الروت is from canal Tawali ومن ياخذ اشاره القديم من كنال لموغو يجي لايوت من ايجون يدون يجينا في نندو ويجي يكسر يمشي بور توينجاي دي سنه ميل جاي من ملكالدا عشان ما يصل بور هي انه لازم تتقابلوا في نينتر ما هذا بس من نينتر التالا فوق خورده لانه ما عنده ما هتان بليبو يو ماس انجيج سام وير هنا في نينتر نقول لهم ده يكون في المناطق بتاعت حشد عشان ما تقابل الانمي في ينتر هنا ده في كور بتاع باب الغلاف يا كور بلوس the quick approach we have made as a command بتاع these three tasks قلنا انه الانمي بتاع what is a weak enemy لانه already they are dislodged في حاجه ده في اكوبو They have withdrew from Akobo. You know what? They couldn't mind the morale to reinforce Bor. After if they attempt to reinforce Bor from what? They reinforce the bus. They couldn't mind effective. But in the real enemy, that may affect our plan. The enemy will come from Malakal. So there's a need to engage the enemy there from very far. From the crossing point, fill areas with that. Nintar hinge with that. Kormal wali. Gunna, two tasses, mobile five. ودغنيال يتحركوا من فوق تاب عشان ما يقابلوا انمي في الاريا ده في الاريا بتاعت بتابار مالو سوار لانو شيل السلاح ده السلاح ده لاين ده شيلنا عشان نعرف البلد بتاعنا ما شيلنا عشان نفتي بنات نفتي بابقار عشان نسردوا عال بتاعنا زي كلاب وصادق المادي عال بتاعه يكون قاعدين وفي رجال يشالوا سلاح في بلد يجيبوا زي بنات كان يجيبوا العجوز ده وان ما يزال بيو وكان وا راجل ما يدوب بلا بتاعه زي ده يا سجمانين فردوكم ما نساوين بتاعكم ما حال بتاعكم قال في حاجة اسمها عوض تعاون بتاع شنو لأن رجال الكوريوم بلا مي كان جاب هاونات ما جمع دبابات وما فردو فغنات بقى يدور كده شو هذا اللي كان ده ده ما جينا فيان عنده جلمة عنده جلمة اللي يقولوا على الحاج العقاب ده سلاح ياو بيجيو مي لسان ياو بيجيو هي هذا لسان ده ما بيعجب هذا وبلد بلدك القابة قابة بتاع والبار دبارة انت قابل شنو دكتور جاني يجيب لك شنو تاني ما انت زول بتاع غوريلا ما ممكن السلاح بتاع مع السلاح بتاع العدو يكون سوا ما نزل ده حكومة وما نمشي اي بلد في الشعب اي حاجة لكن بتاعنا ده حكومة داري نظم على اساس انت كنت دايرين ده لينا بتجيبه بعدين لينا بتجيبه نجيبه كلاي الزرايين Thank you.
والهدف ان احنا نفجر الثوره هنا انا والله دوري شبين ده شغل ذاب وهيقولوا لكم انا ما هتكلم فيه. أنا في الختام عايز أعيد وعايز أكرر شكري وإعجابي، عايز أهني الجيش الشعبي لتحرير السودان البطل، نحيي الشهداء دارين، نحيي الأبطال الذين لم يترددوا بل قدموا حياتهم ثمنا للحرية اللي احنا بننعم بها الآن.